والحسن البصري رضي الله تعالى عنه كان يعبر عن بعض الأقوام، قال: أدركت أقواما. هو من ذاك الطينة الغالية والكبريت الأحمر كما يقال، هؤلاء أنداروا من الكبريت الأحمر، هؤلاء الذين كان سيدنا الحسن البصري معجبا به وينظر إليهم كأنهم. قال: لقد أدركوا، يقول لتلامذته ومن جاء بعده من الجيل الذي لحق بعد ذلك، يقول: لقد أدركت أقواما لو رأيتموهم لقلتم مجانين، لأن تعلقهم بالدنيا منقطع، ويذكرون الله تعالى ولا يأبهون بما يقول الناس ولا بما يخوضون ولا بما يتكلمون، لا يأبهون بهذا. قال: لو رأيتموهم، قال: أدركت أقواما أنتم لا تعرفونهم. هو يقول، قال سيدنا الحسن البصري: أنتم لا تعرفونهم، أدركت أقواما لو رأيتموهم لقلتم مجانين، ولو أدركوكم، لو رأوكم، لقالوا أنتم من الفاسقين المتساهلين. لأنه كما يقال: حسنات الأبرار سيئات المقربين. قال: يرون بأن الذين يتساهلون قد خرجوا عن المنهج الحقيقي وهو منهج الشريعة. كان مرة واحد ذهب من المغرب الإقصى إلى مصر في طنطا، وكان يقصد شيخا من كبار العلماء والصالحين، فلما وصل إلى هناك دلوه عليه فوجد حلقته، ووجد الشيخ يلبس عباءة عادية ويضع على رأسه قلنسوته كما تسمى، قلنسوة العباءة أو البرنوس ذلك الذي يوضع. فلما نظر إليه كأنما استصغر حاله، قال: والله هذه ليست بهيئة العلماء ولكنها هيئة المجانين. هو قالها في قلبه في باله، وكان آتيا إلى الحلقة فجلس، فلما جلس قطع الشيخ كلامه وقال له: يا بني، والخطاب موجه إلي دون أن تنطق به شفته، قال: يا بني، مجانين إلا أن سر جنوننا عزيز على أعتابه يسجد العقل. وأكمل درسه كأن شيئا لم يقع. فهذا الذي كما عبر النبي عليه الصلاة والسلام: تقو فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. أن سيدنا عثمان مرة دخل أحدهم وقد رأى منظرا لا يتناسب مع الشريعة، امرأة عابرة، فوقع في نفسه من ذلك شيء، فلما دخل على سيدنا عثمان وكان أميرا للمؤمنين آنئذ قال له: يا فلان، ما لي أرى أثر الزنا في عينيك. قال له الرجل وقد بهت، هذه مسألة وقعت خارج المجلس في الشارع، فكيف رأى؟ قال له: يا أمير المؤمنين، أنبوة بعد رسول الله؟ قال: لا، ولكن أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذا الذي ذكر. وأحدهم يقول: مجانين إلا أن سر جنوننا، مجانين إلا أن سر جنوننا عزيز على أعتابه يسجد العقل. واحد ثاني يقول: قالوا: جننت بمن تهوى. فقلت لهم: المحبة الإلهية، العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يسرع المجنون في الحين. الجنون سرع، هي نوبات تأتي للإنسان فتفقده عقله، ولكن المحبة الإلهية هي انشغال العقل على الدوام، لكنها ليست بمعنى الجنون السلبي، وإنما يكون ذلك بمعنى الشوق والتعلق. قالوا: فلان جن بمحبتي كذا، لا يعني ذلك أنه فقد عقله، ولكن يعني أنه تعمق في المحبة حتى استولت المحبة عليه. هذا معنى الجنون الإيجابي وليس الجنون السلبي.